برحب بكم مشاهدي عين على البرلمان في الجولة الثانية النهاردة. بواصل متابعة أخبار مجلس النواب، نتائج لقاء رئيس الوزراء بنواب المنوفية، وكمان هنتابع آخر أخبار الوفود البرلمانية اللي بتزور المناطق والمحافظات الحدودية بناء على توجيهات الرئيس السيسي. كمان هيكون معنا في فقرتنا السابتة جولة نائب، مستمرين طبعا في استقبال مشاركتكم على الأرقام الموجودة أمام حضراتكم على الشاشة. هنعرض بعض المشاكل اللي جات لنا بالصور والفيديوهات اللي حضراتكم بعتوها لينا عن طريق الواتساب، أخصص ليها وقت من الحلقة وهحاول إن احنا نتواصل بهذه المشكلات مع السادة المسؤولين عن حلها. بفكر حضراتكم اللي عنده فيديو أو صور بترصد أي وضع سيء أو سلبي في أي مكان، ياريت يبعتوا لينا على أرقام اللي موجودة أمام حضراتكم على الشاشة، وده علشان نسهل التواصل معاكم. النهاردة هيكون معانا في الفقرة الحوارية تفصيل أكثر عن استعادة مصر لعضويتها في البرلمان الدولي. هيكون ضيوفنا سعادة السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والنائب عماد محروس، عضو مجلس النواب. خليني أبدأ معاكم سريعا بفقرة الأخبار. مؤتمر الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي والمقام في زامبيا بيواصل أعماله، ده بمشاركة الوفد المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بعد عودة مصر لعضويتها بالاتحاد البرلماني الدولي رسميا. النائب أحمد بدوي عضو مجلس النواب أكد في تصريحات لعين على البرلمان أن وفد مصر التقى الوفد الإيطالي، واللي أكد ثقة الرأي العام الإيطالي في القضاء المصري، وأن قضية مقتل الشاب الإيطالي لا يمكن أن تؤثر على العلاقات المصرية الإيطالية. النهاردة رئيس الوزراء بيلتقي نواب محافظة المنوفية علشان يتكلموا عن مشاكل المحافظة، بالإضافة إلى أزمات الصرف الصحي ونقص الخدمات اللي بتعاني منها المحافظة. كمان رئيس الوزراء هيعرض عليهم ملامح برنامج الحكومة المقرر تقديمه للبرلمان. الوفد البرلماني بيواصل زيارته لمدينة حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر بناء على توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأعضاء البرلمان بزيارة المناطق الحدودية النائية. بيتضمن برنامج الزيارة النهاردة زيارة مجموعة مدارس في شلاتين والمحجر البيطري والخيمة البدوية والسوق الدولي التجاري، بالإضافة إلى مؤتمر شعبي في قصر ثقافة شلاتين مع القيادات الشعبية، على أن يبدأ غدا بالتوجه إلى خط عرض 22 الحدودي وزيارة قرية أدليت والمنفذ الحدودي التجاري وقرية رأس جدارية ومعالم أبو رماد، والعودة مرة أخرى لمدينة شلاتين. النهاردة وفد برلماني مكون من 66 نائب توجه لزيارة محافظة جنوب سيناء برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب. بتستغرق الزيارة 3 أيام، ده ضمن خطة زيارة المناطق الحدودية وفقا للوفود البرلمانية اللي وضعها المجلس بتعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة تلك المناطق ومعرفة مشكلات أهاليها. نروح لفقرة جولة نائب. النهاردة النائب حسين عشماوي عضو مجلس النواب عن حزب الوفد في الأليوبية خلال جولته في قرية طنان للتعرف على مشاكل الأهالي والعمل على حلها. نتابع. مشاهدينا الكرام، مشاهدي عين على البرلمان، اهلا بكم مره اخرى، ومستمرين في جولتنا مع النائب حسين عشماوي نائب دائره قليوب بمحافظه القليوبيه، متواجدين داخل قريه طنان مع لقاؤنا مع اهالي قريه طنان في مشاكلهم، ومع رئيس الوحده المحليه بقريه طنان الاستاذ يسري هاشم. نبدا من خلال لقاءاتنا مع الاهالي، اتعرف على حضرتك الاول ولو هنعرض اولى مشكلات قريه طنان. رضا سعيد حافظ محفوظ، اهلا بحضرتك. دلوقتي احنا عايزين عندنا مستشفى هنا من اكبر المستشفيات في طنان، حتى اكبر من بتاعه اليوب. امكانيات ورعايه ما فيش، رعايه دكاتره ما فيش، ده لو واحد حتى صباعه اتعور ما فيش رعايه ولا فيش اي حاجه هنا في طنان خالص. اشكر حضرتك، ولو ارجع حضرتك سياده النائب في هذا الموضوع، ونستغل برضو وجود الاستاذ يسري رئيس الوحده المحليه في هذا الموضوع، يعني شايف قله التخصصات وقله الامكانيات بقريه طنان في الوحده المحليه او المستشفى بقريه طنان ازاي؟ اسمح لي الأول رحب بيكم في قرية طنان، قرية نموذجية من أكبر قرى في مركز اليوب، ولها امتيازات كبيرة لأنها فيها صناعات متعددة. صناعة الموبيلة دلوقتي هي الرائدة فيها، أعتقد يمكن هي رقم واحد بالنسبة للقرى في مصر كلها في صناعة الموبيلة في مصر، ده رقم واحد. رقم اتنين، إذا كانت مشكلة الأهالي هنا يعني بتنحصر، نفس المشاكل بتنحصر في كل القطاع الريفي،
يعني عايز أقول إن القطاع الريفي النهاردة مشاكله واحد، الصرف الصحي والمستشفيات والمدارس والشباب الرياضة والتعليم، وأكبر الشباب وأكثر الشباب كمان عدم تفعيل دور الشباب ما بيشتغلوش. فالنهاردة عايز ننوح الأول عن نتكلم فيما يخص الصحة العامة بالنسبة لهذه القرية. هو أشار إن في مستشفى إن إحنا واقفين قدامها دلوقتي، ديت هي مستشفى دي تم بناءها سنة 1952، كانت هايلة، كانت عبارة عن مستشفى تكاملي فيها كل التخصصات، لكن في الفترة البسيطة الأخيرة ديت ما بقاش النهاردة فيها رعاية ولا فيها أي حاجة ولا فيها خدمات ولا فيها أطباء، وكانت في معدات طبية وكانت فيها آليات طبية، ما أعرفش الكلام ده راح فين، مع أن هذه المستشفى أعتقد بتخدم فوق 100,000 نسمة، 100,000 مواطن. فأنا عايز أأكد أن إحنا على هذا القدر الكبير جدا من عدد المواطنين اللي يسكنوا هذه القرية، ودي قلت لك في سياق كلامي أكبر قرية على مستوى مركز أليوب، قرية نموذجية، قرية بتنفرد بصناعة الأساس في مصر، أكبر قرية نموذجية صناعية في جمهورية مصر العربية في صناعة الأساس، بيجي لها من كل مكان، بيقول لها مكان ومتميزة في هذا الصناعة. فأنا بناشد وبقول وبأكد بأكد تماما، وخلينا نسمع وخلينا نتكلم بعد الصحة، صحة الرجل الفقير اللي لا يملك إلا صحته، وده رأس ماله هباء كده، طب يخلي له ايه تاني يا سيادة الوزير؟ ما خلي له ايه تاني؟ طيب لو هننتقل مشاهدينا الكرام الى مشكلة اخرى يعاني منها اهالي قرية طنان، اتعرف على حضرتك ويعني نطرح المشكلة بتفاصيل. سيد ابو عياد من قرية طنان، بتكلم على الكمامة والزبالة ما عندناش تطورات، وبعدين البندزر بتاعنا والعربيات في اليوب موجود بقالهم فترة شغالين هناك، واحنا طنان عدد كبير، عاوزين نظافه، عاوزين تطور، عاوزين الناس تخلص لله وتشتغل لله بامانه واخلاص، ان احنا عندنا تطورات وعندنا امانه في العمل، والمجلس يشوف الناس اللي عاوزاه ايه. بشكر حضرتك، ولو اعود لحضرتك سياده النائب في مشكله القمامه بانتشار يعني بانتشارها في جميع شوارع قريه طنان. يا فندم دي الطبيعي، دي الطبيعي جدا. قريه فيها تعدد ال 100,000 نسمه، ده الطبيعي. ايه بقى النهارده المخلفات بتاعتهم والكمامه بتاعتهم؟ لكن اعتقد ان رئيس الوحده، اعتقد اننا في جمعيات تنميه المجتمع المحلي، يا ريت يقولوا هذا النظام بتدعيم من الوحده اللي عندنا، وحده القريه، يتعاملوا ان هم النهارده ده لابد، اصل الكمامه دي موجوده ودي الطبيعي اللي موجود بالعدد اللي موجود، فاحنا عاوزين النهارده نحط مخطط طيب، نعمل مخطط، نشوف الجمعيات نقدر نتعامل مع المواطنين. مع النظافة لابد منها برضو، لابد من النظافة عشان انتشار، احنا داخلين على فصل الصيف ففي انتشار أمراض جاية، فليه نوجه النهاردة الخدمات للوحدات الجمعيات اللي موجودة في جمعيات النهاردة، ده جمعية تنمية المجتمع المحلي أعتقد في طنان هنا، يا ريت يعني أنا أكلم سيادة اللواء حتى رئيس المركز والمدينة إن إحنا لابد إن إحنا نتفاعل مع هذه الجمعيات حتى يشيلوا مخلفات القمامة، ولازم من هنا بنحدد انواع المرض. طيب واحنا نستغل وجود الاستاذ يسري هاشم وهو رئيس الوحده المحليه بقريه طنان. استاذ يسري، بنقل لحضرتك شكوه المواطنين او اهالي قريه طنان في انتشار القمامه بكثافه في شوارع قريه طنان بكاملها. بسم الله الرحمن الرحيم، في البدايه برحب بحضراتكم. هو بس يعني انا بس عايز اشير لجزئيه يعني مهمه من ناحيه القمامه. القمامه فعلا دي مشكلة، ومشكلة عامة يمكن في أغلب القرى والمدن وعلى مستوى الجمهورية، ودي إحنا بالنسبة لنا يعني كوحدة محلية بنتعامل مع المشكلة إن إحنا مقسمين القرية إلى عدة مناطق، وعندي كل منطقة مسؤول عنها سيارة ومشرف وعمال نظافة، وبالفعل بيتم التعامل مع النظافة بشكل يومي من خلال رفع القمامة من جميع المناطق الموجودة بالقرية وبشكل منتظم جدا. بس في أنا بواجه مشكلة بقى، وبنتهز الفرصة إن أنا مع حضراتكم الوعي المواطن، يعني إحنا كوحدة أو كجهة حكومية مسؤولة بنبذل كل قصارى جهدنا، ولكن احنا انا عشان اشيل مكان لسه شايله
يعني لو عندي منطقة فيها تجمع كمامة ولسه شايله مفيش خمس دقايق أو عشر دقايق بلاقيه نفس التراكم مره تانية. طيب يبقى دي بقى نستغل برضو وجودنا ككاميرا تلفزيون الحياه وكاميرا عين على البرلمان تحديدا ان احنا نناشد المواطنين في هذه الرساله. تمام دي حضرتك دي دي, دي يعني دي الفرصه اللي انا بنتهزها. طبعا الوعي ده مهم جدا. يعني انا مش هشتغل عمرنا ما هنقدر نشتغل ايد واحده مش هتشتغل. لو هننتقل الى مشكله اخرى بيعاني منها اهالي قريه طنان اتعرف على حضرتك ونعرض المشكله بتفاصيلها. اتفضل يا فندم استاذك بس هنبص للكاميرا. ماشي يحيى النقيب. والله حضرتك الاخوه اتكلموا هنا على بعض المشاكل اللي موجوده في قريه طنان اللي هي مشكله المستشفى في مشكله القمامه انما مفيش حد يتكلم على مشكله المجاري. عندنا البلد هنا كبيره زي ما الاخوه اتكلموا حوالي 100,000 ولكن المشكلة بتاعت المجاري دول بقالهم شغالين فيها حوالي 10 سنين ولكن التنفيذ مفيش تنفيذ. معظم القرية كلهم شغالين في موضوع الكسح ده على الطرنشات فالمية الجوفية بدأت تزيد في البلد مما بتهدد الأراضي والبيوت للانهيار. يعني وانقل صوت الأخ الكريم إلى يعني لحضرتك هو بيناشد المسؤولين وأكيد حركة على رأسهم بما أنك نائب هذه الدائرة لحل مشكلة الصرف الصحي والمجاري عامة بالمجهودات الذاتية والترنشات يعني يعتبر هتغرق البيوت خلاص. بص هو محق في اللي قاله. إحنا عايزين نقول حاجة إن كل مشاكل القطاع الريفي هي الصرف الصحي. فأنا بقول هو محق في اللي هو قاله. من 10 سنوات شركة المياه والشرب والصرف الصحي قاموا وعملوا موازنة وطرحوا وأسندوا ولغاية دلوقتي ولم يتم هذا المشروع. أنا مش عارف ليه. فأنا بقول للمسؤولين طب ليه بقى؟ قال لك عشان ما فيش وحدة رفع. طب وحدة الرفع محتاجة إيه؟ هم عملوا كل المواسير يعني الحاجات ركبت الأدوات بتاعة الصرف الصحي أعتقد ركبت في القرية كلها مستنيين وحدات رفع. فإحنا النهاردة بين قوسين أو أدنى برضه مش هنضغط على الحكومة لأن احنا عارفين المرحلة دي صعبة قوي. البلد بتمر بمرحلة صعبة فاحنا لازم نتعاون معه. أما الصرف الصحي ده مشروع قومي وأنا باكد على السادة المسؤولين إن النهاردة نسعى بالذات في القطاع الريفي في بلد كبيرة زي بلد طنان في مركز أليوب وبلد أخرى سنديون وألمة وناي ورماده والصباح شغالين برضه كل القرى حتى في ابو سنه وفي متنمه ومتحالفه مفيش استكمال لغايه دلوقتي في كل قرى مركز اليوب لم يتم ما اشتغلوش لكن حطوا معداتهم في الارض اليات التنفيذ. خلينا نسمع وخلينا نقول احنا متفائلين وهم برضه معانا متفائلين خير وان شاء الله احنا هنعدي المرحله وهنعمل الصرف الصحي ونوجد محطات رفع ان شاء الله واحنا كلنا متفائلين خير. اشكرك سياده النائب ومستمرين في جولتنا مع حضرتك ان شاء الله. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام يعني مستمرين في جولتنا مع النائب حسين العشماوي نائب دائره قليوب بمحافظه القليوبيه. اشكركم على كرم المتابعه والى اللقاء. امبارح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ألقى كلمة أمام الاتحاد البرلماني الدولي وده بعد إعلان عودة مصر رسميا للاتحاد بعد 5 سنوات. إيه الدور اللي ممكن يلعبه البرلمان المصري في التمثيل الدبلوماسي الخارجي مع البرلمانات الدولية سواء كان من خلال الاتحاد البرلماني الدولي أو من خلال برلمانات العالم بشكل ثنائي؟ ايه الدور كمان اللي ممكن يلعبه البرلمان المصري واعضاء البرلمان المصري مع البرلمان الاوروبي على سبيل المثال والوفد اللي هيكون موجود هناك قريب للتباحث مع اعضاء البرلمان الاوروبي في امور كثيره اصدر بشانها الاتحاد الاوروبي توصيات قد تبدو سلبيه بعد الفاصل خليكم معايا. من جديد أهلا بحضراتكم إلى هذه الفقرة الحوارية اللي مشرفني في استوديو عين على البرلمان سعادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. برحب بحضرتك سعادة السفير. أهلا بيك. أهلا وسهلا. وسيادة النائب عماد محروس عضو مجلس النواب. برحب بحضرتك سيادة النائب. أهلا وسهلا بيك فعلا.
زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل، الحديث عن الدور المصري والدبلوماسية البرلمانية المصرية ودورها في المرحلة المقبلة بالتوازي أو ربما بالتناغم مع الدبلوماسية المصرية الممثلة في وزارة الخارجية. أبدأ بحضرتك سعادة السفير، إيه دلالة عودة البرلمان المصري إلى الاتحاد البرلماني الدولي وأهميته؟ يعني الدلالة أن فعلا أصبح في خريطة المستقبل استكملت، والعالم يقر بهذا وتقبلها ويرحب بيها، وبدليل ان هو هذا البرلمان المنتخب. اذا العالم اصبح يعترف بهذه المؤسسه التشريعيه، وكل مش بس المؤسسه، كل خريطه المستقبل اللي هي الدستور، انتخابات رئاسيه، انتخابات برلمانيه. فهنا اكتملت الدوره واصبح في مرحله انتقاليه مهمه جدا في مصر. فبالتالي عاد البرلمان، ايه اهميته؟ مصر من أقدم الدول في أفريقيا والشرق الأوسط في الحياة البرلمانية، هذه واحدة. الثانية أن مصر دائما بيبقى لها دور قيادي في العمل البرلماني. لو تذكر أثناء البرلمان اللي قبل ثورة 25 يناير كانت مصر أحيانا بترأس المجموعات الإقليمية، أفريقيا العربية والدولية، حتى وصلنا إلى رئاسة البرلمان الدولي. مش بس كده، مصر بتمثل يعني إسهام في التشريع اللي بيجمع بين حاجتين، بين التشريع الإسلامي والتشريع المدني. باعتبار احنا خدنا قوانين من فرنسا وبلجيكا، وعندنا أيضا التشريع الإسلامي، فبالتالي ثقافة قانونية متميزة. فده بالنسبة للبرلمانات الأفريقية والعربية والدولية بيبقى وجود البرلمان المصري له وزن وله ثقل ويؤخذ رأيه في عديد من الموضوعات. إلى جانب طبعا أن وجود البرلمان المصري في هذه المرحلة بيدي نمط لدول الشمال الأفريقي أو الدول العربية اللي لسه ما عندهاش برلمانات، أن آدي في دولة عربية في الجامعة العربية وفي الاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر للتعاون الإسلامي، دولة لها تاريخ برلماني مجيد، والبرلمان أصبح الآن عاد يمارس دوره بعد غياب نحو 5 سنين أو أكثر شوية. تمام. سيادة النائب، إيه المنتظر من نواب البرلمان في المرحلة المقبلة وربما في المستقبل القريب لتعزيز صورة البرلمان المصري في عيون البرلمانات الغربية؟ هو طبعا ما فيش شك زي ما قال سيادة السفير النهاردة أن مصر تعتبر من أقدم وأعرق برلمانيات العالم النهاردة في على مستوى للبرلمان ده على مستوى العالم. يعني النهارده زي ما شفنا حتى النهارده لما راح الدكتور علي عبد العال والوفد المرافق ليه لاول مره حتى امبارح، ان رئيس البرلمان الالماني هو بناء على رغبته ان هو اللي طلب لقاء الدكتور علي عبد العال ورئيس البرلمان الايطالي ورئيس البرلمان الفرنسي. فاصبح دلوقتي بقى البرلمانيات عندها الاستعداد الكامل النهارده ان هي تقدر تفهم حقيقه الاوضاع في مصر، لان زي ما سيادتك عارف النهارده القلق اللي عند البرلمانيات النهارده سواء البرلمان الدولي او البرلمان الاوروبي هو نقطه حقوق الانسان في مصر اللي هم دايما ماسكين هالنا وبياخذوا علينا فيها في اشياء كتير. ده هيدي مسؤوليه على عاتق البرلمان المصري النهارده ان هو لابد ان هو يوضح صوره مصر النهارده ازاي قدام العالم كله، يوضح حقيقة النهاردة حقوق الإنسان في مصر ماشية إزاي ومراعاة بصورة قانونية وبصورة دولية النهاردة إزاي. ده طبعا عائق كبير، وهو المجلس حتى شكل وفد هيسافر البرلمان الأوروبي بداية شهر يوم 4/4 أو 17/4 على حسب ما هيحدد البرلمان الأوروبي، لأنه اجتماعه يوم 4 يوم 17، فبناء هم مستنيين رد من الاتحاد الاوروبي الوفد هيروح امتى، 4 او 17. طيب استاذن حضراتكم، بينضم لنا من زامبيا النائب احمد بدوي عضو الوفد البرلماني المصري المشارك في الاجتماعات هناك. سياده النائب برحب بيك مجددا، واخر التطورات من عندك. من شويه تم لقاء بين الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وبين صابر بشدري ده رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.
طبعا دار الحديث حول دعم البرلمان الدولي لدعم فرص السلام وكيفية محاربة الإرهاب في المرحلة المقبلة. ويمكن الدكتور علي عبد العال وضح لثورة بشادر رئيس اتحاد البرلمان الدولي ان مش هيتم محاربة الإرهاب الا اذا حدث اصطفاف طبعا من الجميع، وده وضحه في كلمته. الدكتور علي عبد العال قال تاني رئيس اتحاد البرلمان الدولي ان مكافحة الإرهاب لازم بالتعاون العالمي، لان ده يعني بيشكل تهديد للديمقراطيه والحقوق. ايضا الدكتور علي عبد العال ناقش، واحنا كنا معاه الوفد البرلماني كله، ناقش مع رئيس اتحاد البرلمان الدولي التقدم بقى بترشيحات نواب مصريين لبعض اللجان الرئيسية وهيئات الاتحاد البرلماني الدولي. مصر بلد مش قليلة، لا مصر هي دولة مهمة جدا في الشرق الأوسط، ولازم يكون ليها أو تمثل ببرلمانيين داخل الاتحاد البرلماني الدولي. والحقيقة احنا فوجئنا ان ثورة بشدري رحب بدوت طبعا. هل قدم له ترشيحات بأسماء معينة سيادة النائب؟ لا لسه طبعا، هو هيتم اختار رئيس مجلس النواب دكتور علي عبد العال بايه اللجان اللي هتبقى خاليه، وانا اتقدم عليها ان شاء الله باذن الله. ايضا دعاه ان شاء الله باذن الله في المؤتمر القادم لاتحاد البرلمان الدولي يكون عندنا في القاهره في شرم الشيخ، وده رحبه طبعا. انا استاذ شريف الحقيقه انا طلبت فيه، اتكلمت كلمة من شوية وطلبت فيها ان احنا نعمل منتدى لشباب البرلمانيين العرب، ويمكن الكويت والامارات الشباب اللي كانوا موجودين معانا رحبوا بدوت، وده ان شاء الله باذن الله هيتم الموافقة عليه وهنناقشه لما نرجع. لكن ده انا عرضته فعلا امام البرلمان الدولي في حضور كل الشباب الممثلين عن البرلمان العربي. ممتاز. يعني إذا كان هناك انطباعات نهائية تقدر تدلنا صورتها سيادة النائب؟ والله استاذ شريف حضرتك لو معانا هنا انت هتسعد. كل الدول يعني مثلا من شويه ودلوقتي يعني وكيله البرلمان الالماني عاوزه تعمل لقاء موسع مع الدكتور علي عبد العال والوفد. الساعه يمكن 5 هيكون معانا لقاء مع الوفد البرلماني في فرنسا. هم اللي بيطلبوا مصر والله، يعني مش ده انا موجود في الوفد وبشوف ده بنفسي. على فكره حضرتك رئيس البرلمان الصيني في كلمته النهارده، انت عارف ان هو قال مش كل رؤساء البرلمانات تحدثوا في يوم واحد، يمكن امبارح مصر تحدثت وبعض الدول، لان 133 دوله. فكانت كلمه الصين النهارده، حضرتك لما تلاقي رئيس البرلمان الصيني يتحدث ويقول احنا بندعم مصر ضد الارهاب، احنا سقفنا له طبعا. لما رئيس البرلمان الصيني يتحدث عن مصر النهارده بجانب الامارات والاردن وعمان، كل ده تحدث عن مصر. صحيح. وكل رئيس برلمان يا شريف بيتحدث بيبارك وبيهني انضمام مصر مره اخرى لعضويه الاتحاد البرلماني الدولي. رئيس البرلمان الصيني قال النهارده للدكتور علي عبد العال، قال له انا بطلب من الحكومه المصريه، وده مهم يا ريت الحكومه المصريه تستجيب لده، ولما نرجع يكون لنا كلام مع الحكومه في هذا، قال نحن نضخ استثمارات كبيره في مصر وعاوزين مزيد من التعاون في المرحله المقبله، بس الحكومه المصريه تنجز في المشروعات التي عرضناها منها في محور قناه السويس وغيره وغيره. احنا خدنا ملف منهم ايه المشروعات اللي هتضخها او اللي بالفعل عرضتها الصين على الحكومه المصريه. هو نفسه الراجل نفسه قال احنا تمام. وصلت الصورة. بشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب أحمد بدوي من زامبيا، عضو الوفد البرلماني المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان المصري هناك. كيف يمكن للبرلمان الدولي أو البرلمان الأوروبي على سبيل المثال أن يكون مؤثرا في توصياته وقراراته على الحكومات؟ يعني هو بيوصل رسائل رسائل مهمة، يعني زي ما سمعنا من نائب أحمد بدوي إن في الوفد البرلماني الألماني والوفد البرلماني الفرنسي طلب مقابلة الرئيس الوفد المصري. ليه؟ لأن عاوز يشرح له موضوع اللي أثاره البرلمان للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بجمعيات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، عشان هو ينقل الرسالة مباشرة، يبقى من 2 برلمانيين ينقلها للبرلمان الأوروبي، ويبقى في فهم دولتين مهمتين يهمهم مصر. ألمانيا بترى في مصر إنها مركز ثقل في الشرق الأوسط، فلما تسمع من البرلمانيين وجهة النظر مباشرة
في الاتهامات او ما يقال عن مصر بالنسبه لحقوق الانسان او بالنسبه لمنظمات المجتمع المدني او غيره مما قيل. فبالتالي ده بيعمل تمهيد. لو الوفد برلماني هيروح البرلمان الاتحاد الاوروبي يبقى في ارضيه مشتركه، يبقى في ناس سمعوا قبل كده بهدوء وبعيد عن جو التوتر او جو المشحون او بعض العناصر. فهنا اهميه البرلمان الدولي ان هي بتبقى العناصر اللي مسافره بتبقى منتقاه من البرلمانات، بيبقى عندها قدره على فهم العلاقات الدوليه. انت لو تشوف الوفد بتاعنا تشكيلته هتجد ان هو وفد بيمثل نخبه فعلا من البرلمانيين. مثلا لو شفنا طيب سعاده السفير، عايز اسال حضرتك بوضوح اكتر، ايوه، ازاي البرلمان الاوروبي يعطي توصيات ثم نجد بعد ذلك دول عضوه في البرلمان الاوروبي تسال وتعود وتسال من جديد وترغب في التحاور بعد اعطاء توصيات من قبل البرلمان الاوروبي؟ هي الكلمه المفتاح اللي انت قلتها استاذ شريف اللي هي توصيات، وما صدرش قرار. فالتوصيات عشان تتحول لقرار او انها تتعدل فعاوزه توضيحات. فهنا هو قال لو حصل، لو ان ما استجبش، لو كل البيان اللي طلعه البرلمان الاتحاد الاوروبي يعني زي ما تقول تنبيه اكثر منه قرار. فبالتالي هنا لما احنا عاوزين نوضح الصوره بتاخذها الحكومات الغربيه على محمل الجد هذه التوصيات؟ لا، يعني بتضعها بيسموها موضع الاعتبار. بمعنى ايه؟ ان ده اللي بيمثل هيئه المجتمع المدني، بيمثل الشعوب، فبالتالي تؤخذ في الاعتبار، يعني انعكاس للراي العام ولمنظمات المجتمع المدني. والنهارده اصبح لها دور في العالم مهم جدا، بالذات في الدول الاوروبيه والولايات المتحده الامريكيه. فهنا لما يجي رئيس البرلمان المصري ووفد البرلمان المصري يشرح لبرلمانين مهمين في الاتحاد الاوروبي، بلا شك ان هو بيدي صوره يعني اوضح، وبيدي تمهيد، ويدي استجابه، لان هو لسه الى الان لم يحدد الموعد، فربما ده يعجل بتحديد الموعد عشان اللي هم سمعوه يتقال بقى لكل البرلمانيين الاوروبيين. تمام، على عاتق البرلمان واعضاء البرلمان دور كبير فيما يبدو في المرحله طبعا القادمه، مش بس دور وزارة الخارجية أو السياسة الدبلوماسية للدولة، ده أعضاء البرلمان مش ده جزء بس من الدبلوماسية المصرية برضه، الدبلوماسية الشعبية والتوجه ناحية أعضاء البرلمان وتصرفاتهم أو رؤاهم في البرلمانات الدولية هيكون كمان محط أنظار. أكيد، سواء أكيد نجحوا أو لم ينجحوا. النهاردة طبعا محدش ينكر أن احنا في علاقة استراتيجية طويلة الأمد بين البرلمان المصري والبرلمان الأوروبي، بدليل أن هي في بداية دور الانعقاد لمجلس النواب، كانت أول زيارة لمجلس النواب كان وفد من الاتحاد الأوروبي، وقابله رئيس المجلس ومجموعة من المجلس، هيئة مكتب المجلس، ويمكن يعني اتفقوا على الاحترام المتبادل بين البرلمان المصري وبين البرلمان الأوروبي، واتفقوا ان هم يتناقشوا في القضايا المهمه، يعتمدوا فيها على بيانات تكون بيانات صحيحه من جهات رسميه، وما يعتمدوش على بيانات مغلوطه او بيانات مرسله، عشان يقدروا يحكموا على الواقع اللي موجود النهارده في مصر. النهارده احنا نستغل الموضوع ده، والمفروض ان احنا نستغله، العلاقه النهارده الوطيده بين البرلمان المصري وبين البرلمان الاوروبي. وزي ما حضرتك سمعت النهارده حتى دلوقتي من الاستاذ احمد، ان اغلب البرلمانيات النهارده القويه ابتدت ان هي اللي عايزه تقعد مع البرلمان المصري، وهي اللي عايزه تفتح حوار. طبعا كل ده ناتج برضو، انت تعلم حضرتك ان كان شيخ الازهر في البرلمان الالماني، صحيح، والقى كلمه في البرلمان، صحيح، الالماني. النهارده برضو عندنا المفتي الجمهوريه موجود من امبارح في الهند في مؤتمر هناك لمكافحه الارهاب. فاصبح المسؤوليه النهارده على عاتق الجميع، يعني كل النهارده كل مؤسسه في الدوله لابد ان هو يبقى عليها دور. النهارده اللي حسن صورتنا النهارده سواء على المستوى البرلمان الدولي او البرلمان الاوروبي النهارده، هي الجولات المكوكيه اللي عملها السيد الرئيس السيسي في خلال الفترات السابقه اللي مش موجود عندي فيها برلمان، ابتدى يحسن الصوره النهارده موجوده عند اغلب الدول دي. لابد بقى ان البرلمان النهارده وكافه مؤسسات الدوله يستغلوا هذا الموضوع، سواء ان قلنا ان دبلوماسيه رسميه او دبلوماسيه شعبيه، نتواصل مع هذه البرلمانات، ندعو البرلمانات ديت لزياره مصر ان هم يشوفوا على الطبيعه
مدى احترام حقوق الإنسان في مصر إزاي، لأن هي دي برضو القضية اللي بتؤرق النهاردة سواء البرلمان الأوروبي أو البرلمان العالمي أو اللي بتتلكك بيها أمريكا النهاردة لمصر، هي قضية حقوق الإنسان. لا، تعالوا عضوا وشوفوا إن إزاي القانون بيحمي حقوق الإنسان، إزاي البرلمان بيمارس سلطته التشريعية وسلطته الرقابية اللي بتضمن المحافظة على حقوق الإنسان، إزاي النهاردة يبقى عندي إيه هي الضمانة الأساسية النهاردة لضمان حقوق الإنسان في مصر؟ هي القضاء، هي القضاء ووحدة القضاء وسلطة القضاء واستقلالية القضاء، هي دي اللي بتديني ضمانة النهاردة لحقوق الإنسان في مصر. فنأمل النهاردة إن بداية موفقة النهاردة للبرلمان في زيارته للبرلمان الدولي، والزيارة القادمة إن شاء الله للبرلمان الأوروبي أعتقد إن برضو الموضوع هيختلف وهيبتدي يتحسن تدريجيا في الفترات القادمة إن شاء الله. يفرق إيه التعامل الدبلوماسي الرسمي عن التعامل الدبلوماسي البرلماني في النتيجة الكلية في الآخر؟ لا، تفرق كتير زي ما بيقولوا، إن يعني التعامل الدبلوماسي ده بيمثل سلطات الدولة فبيبقى بيتاخذ بصورة رسمية، وبعدين بيبقى له يعني زي ما تقول إطار محدد بيتكلم فيه السفير أو أعضاء السفارة أو حتى وزير الخارجية. البرلمان عنده حرية أكتر وبعدين عنده هو بيمثل سلطة تشريعية، لأن هو اللي بيضع القوانين. على سبيل المثال، فرص البرلمان ده أقوى من البرلمانات السابقة من وجهة نظر حضرتك أمام العالم؟ هناخد احنا بدل ما نركز على نقطة واحدة، في الاجتماع البرلمان الدولي ده بيبحث عدة نقاط منها مثلا تمكين المرأة وتمكين الشباب يعني دول موضوعين، لسه في موضوعات تانية ممكن نشير ليها. فتشكيلة الوفد المصري المرة دي يمكن من المرات القليلة جدا إن الوفد فيه ثلاث سيدات وبمثلوا قطاعات مختلفة، وواحدة منهم هي بقى اللي تحدثت عن المرأة ودور المرأة اللي هي النائبة مارجريت عازر. تمام. كلمت ولقت إعجاب شديد جدا في اللجنة اللي اتكلمت فيها عن تمكين المرأة، وإن البرلمان الحالي فيه 89 عضوة ما كانش موجود في أي برلمان سابق. برضو الشباب عندنا رانيا علواني صحيح في مجال الشباب، فالشباب بيمثل حوالي 27% من أعضاء البرلمان الحالي، ودي نسبة عالية جدا معدل الثلث. فهنا بتدي مثال عملي عما يبحثه الاجتماع الحالي في لوساكا اللي هو تمكين المرأة والشباب. أنا بقول لهم أدي بداية، أنا لسه بديت، عندي 89 عضوة وعندي الشباب حوالي اظن 200 وحاجه مش فاكر الرقم، 40% تقريبا من نواب البرلمان من الشباب. هم قالوا 27، ما اعرفش اذا كان ده صحيح. على حسب بقى احنا طالعين بال 40 لفين؟ 26%. 26% يعني اخرهم كام؟ اخر سن اخر سن الشباب هو الشباب محسوب لغايه سن 45 لغايه، انما اللي لغايه سن 35 عندنا بيمثل حوالي 15%. هم قالوا يعني المتوسط، انا باخد من كلمه رئيس البرلمان. فهنا هنا الموضوعين دول. بنيجي بقى موضوعات تانية كمان مهمه جدا بالنسبه لان مقر المؤتمر هو افريقيا، موضوع التنميه الاقتصاديه والتنميه الاجتماعيه والتنمية البشرية. هذه موضوعات برضو بيبتدي يبحثوها في اللجان ويطلع على تجربة كل برلمان وإيه اللي عمله وإيه. طيب أنا عندي سؤال صريح، يعني إحنا زمان وقت النظام الأسبق على السابق كانت مصر لها وضع برلماني مميز زي ما حضرتك تفضلت بالتأكيد وقلت. بالتأكيد. وكان البرلمان مشكوك فيه من الناحية من ناحية نظرة المجتمع الدولي لهذا البرلمان، وكيف جاء هذا البرلمان وبأي طرق جاء هذا البرلمان، وكمان الأعضاء الشباب إلى المرأة إلى آخره، أعتقد أنها كانت في مستويات متدنية عن هذا البرلمان. أيوه. ومع ذلك كان الوضع البرلماني المصري وضع قوي. إلى أي مدى ده بيفرق من وجهة نظرك؟ مش من وجهة نظر أنا، يعني من وجهة نظر يعني يعني انا عندي خبره. يعني حضرتك أقولك. فهمت قصدي يعني هو بالظبط يعني النقاط اللي حضرتك بتقول ان هم بيهتموا بيها واضح ان هم ما كانوش مهتمين بيها قبل. لا لا لا، مش معنى كده، كانوا بيسالوا عليها
ولكن كان بيجي فيه مراقبين بيشوفوا الانتخابات سواء اللي موجودين في السفارات او في غير السفارات. فكان الخلاصه اللي بيوصل بيها، وانا عندي خبره في مراقبه الانتخابات، انا راقبت 10 انتخابات، فان لو كان التجاوزات بتاثر على النتيجه الكليه، بمعنى ان بدل ما هيجيب مثلا 60% لا ده ممكن ما يجيبش، يجيب اقل من 50%، يبقى هنا في موقف لازم يتخذ اجراء حاسم ضد البرلمان ده. انما لو كان في دوائر لا تؤثر اكتر من 2% 3% لناس جايبين اغلبيه 70 و80%، فهنا ما بيبصلهاش. الناحيه الثانيه طبيعه نظام الانتخاب، ما كانش في قوائم بتحط فيها نسب من الشباب والسيدات، فهنا تغيير النظام الانتخابي ادى الى تغيير نوعي في الاعضاء، لانك انت فرضت وضع على كل قائمه، كل قائمه لازم يشترط ان بيكون فيها كذا، فهنا انت خليت في تركيبه من الناحيه القانونيه، وبعدين المجتمع يتلقاها بعد كده وتبتدي تتطور. لان كان في على فكره كان في تقاعس من جانب المراه عند الترشيح، صحيح كانت نساء قبل كده بالظبط، دلوقتي ما فيش ترشيح لان القائمه انت بتاخد القائمه كلها او بتصوت لقائمه تانية. فده العاملين دول هم اللي استجدوا. ولكن السؤال بقى، وضع البرلمان زي ما انا اشرت في المقدمه ان ده برلمان مصر وله من خبره، ويعني يتوقع مع الايام ان احنا بنسترد تاني دورنا في رئاسه برلمانات اقليميه، يعني ممكن من المره الجايه مصر تنتخب رئاسه برلمان افريقيا، ممكن اللي بعدها تبقى البرلمان العربي. فهنا بتيجي بالتدريج لان احنا غايبين بقى لنا 5 سنين. تمام. أولوية لجنة الشؤون الخارجية المفترض في البرلمان بعد تشكيلها هتكون إيه من وجهة نظر حضرتك؟ هي طبعا لجنة الشؤون الخارجية هي مختصة بكل العلاقات الخارجية مع كل برلمانيات العالم. متابعة البرلمانات في العالم ولا متابعة أداء؟ لا، البرلمانيات، فتح حوار مع كل برلمانيات العالم. لأن دي نقطة مهمة جدا النهاردة، إن أنت عندك يبقى عندك لجنة علاقات خارجية فيها فعلا شخصيات فاهمة يعني ايه دبلوماسية، فاهمة يعني ايه ان احنا محتاجين ان احنا نقوي علاقاتنا بالخارج النهاردة عشان نحسن صورة مصر النهاردة قدام العالم كله. لان هو في النهاية ايه المقصود ان انا لما احسن علاقتي بالبرلمان الدولي او احسن علاقتي بالبرلمان الاوروبي او الافريقي او اي مكان، ايه المقصود في الاخر ايه؟ ان هي تنعكس في النهاية على مصر بالخير. اولا البرلمانات ديت لها فعلا تأثير على الحكومات بتاعتها، لان هي دول مؤسسات زينا بالظبط، زي ما عندي برلمان مصر النهارده يقدر تبقى للدستور ياثر النهارده على الحكومه ويجبر الحكومه في اشياء كتير ان هي تعملها، لا البرلمانات برضو في اوروبا وفي امريكا تقدر ان هي تجبر حكوماتها على خطوط سير معينه يمشوا بيها لمصلحه مصر. النهارده انا كدوله النهارده كمصر انا محتاج ايه النهارده من اوروبا ومحتاج ايه من دول العالم الخارجي؟ انا محتاج النهارده لفتح قنوات دبلوماسية كثيرة جدا تعود عليا باستثمارات كثيرة جدا برضو اللي أنا محتاجها النهاردة كدولة، محتاج إن الاستثمارات تيجي النهاردة تعمل رواج اقتصادي في البلد، محتاج أفتح مجالات تصدير للدول دي للمنتجات المصرية النهاردة. كل ده من غير دبلوماسية مش هيؤدي نتيجة، مش هيجيب حاجة، مش هيعمل حاجة، بدليل اللي احنا بنعاني منه النهارده دلوقتي في مصر. كان حتى النائب احمد بدوي اشار لده في كلامه، قال البرلمان الصيني يتكلم على مشروعات منتظر الحكومه ان تنفذها، الحكومه المصريه ان تنفذها. ما دي نقطه ايجابيه جدا. لو احنا بقى هترجعوا انتوا بقى بالكلام ده على الحكومه، على الحكومه بالظبط. عملت ايه بقى لما النهارده المستثمرين او الحكومه الصينيه النهارده طالبه ان هي تعمل استثمارات في مصر النهارده في مشروعات 1 2 3 4؟ ردك كحكومه النهارده رديتي عليها عملت ايه؟ ايه التسهيلات النهارده ان كحكومه مصريه النهارده كوزاره استثمار النهارده، ايه التسهيلات اللي انت بتديها للمستثمر الاجنبي النهارده؟ اصل المستثمر الاجنبي مش هيجي يستثمر في مصر عشان هو بيحبنا واحنا حلوين وكويسين، لا، اذا ما كانش له مصلحه انه يستثمر في مصر مش هيجي مصر اصلا. ازاي انا اسحبه واديله المميزات اللي تخليه وتجبره النهارده ان هو يجي يستثمر في مصر؟ عندنا النهارده دبي النهارده بلد قد كده النهارده، بلد صغيره بس عشان فيها اداره واعيه وفاهمه ودارسه، قدرت انها تعمل قوانين استثمار النهارده تقدر تجذب بيها
كل المستثمرين على مستوى العالم. ده النهاردة برضو اللي شغال عليه الرئيس السيسي النهاردة في قناة السويس وفي شرق التفريعة وفي العين السخنة وفي كل المشروعات الاستثمارية اللي موجودة. إنما إحنا محتاجين بقى مش كل حاجة برضو إحنا نقول الرئيس ومش كل حاجة إحنا نروح السيسي، يعني تقريبا بطل القصة اللي دايما كل شوية نقولها. تقريبا كل الاستثمارات اللي جات لنا جات لنا ده لو في يعني حيطة وقعت في قرية في مكان فلاني يقول لك إحنا بنطلب الرئيس السيسي. حتى المواطن ثقافة المواطن ما عندوش ثقة تماما في الحكومة. الحكومة في الحكومة عندما يناشد يناشد الرئيس. طيب أنا بستأذن حضراتكم، معايا اتصال تليفوني من الدكتورة هبة هجرس عضو الوفد المصري البرلماني اللي هيسافر إن شاء الله البرلمان الأوروبي. برحب بيك يا سيادة النائب. أهلا وسهلا بحضرتك سيادة النائب. أولا هتسافروا إمتى؟ ثانيا إيه هي الأجندة بتاعتكم ومجهزين أوراقكم إزاي؟ الحقيقة إحنا هنسافر يوم 3، وامبارح كان في اجتماع وضبنا فيه الأفكار كلها وكل الشغل اللي هيتعمل بحيث ان احنا نبقى كلنا كلمة واحدة وكلنا الافكار نفس الافكار ونفس الردود، لان طبعا مهم جدا ان لما يطلع وفد يبقى كل كلامه مفيش حد بيناقض التاني، مفيش حد يعني بيغرد بره السرب زي ما بنقول. تمام، بنيتوا التحركات على اساس دراسة مواقف الدول التي ايدت او الاحزاب التي ايدت والتي عارضت، لماذا وعلى اي اساس، وعندكم ردود جاهزه ولا لسه؟ نعم معلش انا اسف الصوت وحش. حضرتك كده سامعاني يا فندم؟ لا الصوت وحش حضرتك. طيب هعيد السؤال مره تانية وانا وحظي. حضراتكم مجهزين برنامج او خطه العمل بناء على الاحزاب التي ايدت او الاعضاء عن الاحزاب اللي ايدوا واللي اعترضوا، ولماذا ايدوا ولماذا اعترضوا، ونوعهم يعني هذا يمين هذا وسط هذا يسار على سبيل المثال ولا لا؟ تمام، حاولوا تتواصلوا تاني مع سياده النائبه علشان نعرف منها. هو في نقطة بس عاوز اقولها بالنسبة برضو لأهمية دور البرلمان بالنسبة للخارج. هو لازم يقرر الاتفاقات ولا تصبح سارية إلا إذا أقرها البرلمان. الاتفاقات الرئيسية لسبب إن اتفاقية عقدت ما بين وزارة أو حكومة أو هيئة حكومية لا تصبح جزءا من القانون الداخلي إلا إذا أقرها البرلمان. فعندما يقرها البرلمان خلاص تصبح كأنها جزء من القانون الداخلي واجبة التنفيذ. فدي نقطة مهمة جدا بالنسبة لكل الدول يهمها إن البرلمان يطالب فين الاتفاقية عشان نقرها. طيب ده في الأمور الإيجابية، لكن أنا دايما بيقلقني الأمور السلبية أو الرأي العام عموما لما يستقبل وقف المساعدات لمصر أو التوصية بوقف المساعدات حتى يتم معرفش كذا. ده الموضوع ده يعني بيخض الرأي العام. في رأيك هل فعلا يمكن للبرلمان الأوروبي أن يوصي بوقف المساعدات لمصر ويطبق هذا الأمر، ولا ما بين التطبيق وما بين التوصية هناك الكثير من الأمور اللي بتتخذ؟ ما بين التوصية والتطبيق في مساحة. هو بيدي مصر مساحة لحاجتين. الحاجة الأولى إن احنا نوضح، لأن في أخطاء في تجاوزات. يعني في جزء من اللي هو قاله احنا هنا عندنا في طب هم عندهم تجاوزات برضو احنا ليه ما بن معلش العفو. هو انا يعني كنا زمان نقول ان واحد زميلنا نقول له انت طالع نمره 25 في الفصل، يقول طب ما هو اللي بعديها 27. لا انا بتكلم على ال 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 النمط اللي هو عاوز يطالبنا انا بيه والتزم بيه اللي هي اتفاقات، لان اتفاقات المساعدات فيها جزء بينص على هذا. تمام، فبالتالي هو بيقول لي يعني التزم بالجزء ده، فهو بيديني مساحه اعمل فيها حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انا بشرح له انا بمر بظروف استثنائيه، بمر بعمليات ارهابيه. انت في اخر البيان اللي انت طلعته من الاتحاد الاوروبي او يعني الاتحاد الاوروبي برلمان الاتحاد الاوروبي قلت ان احنا يعني بما معنى متعاطفين او يعني قلقين بالنسبة لمصر، لأن في أعمال إرهابية بتوجه ضد أفراد الجيش والشرطة والمدنيين. ده ختام البيان، الفقرة الأخيرة في البيان. طيب إحنا بقى من النقطة دي بنبتدي نشرح، نقول له أيوة في ظروف استثنائية بتخليني أخذ إجراءات استثنائية.
في الإجراء الاستثنائي في جزء في مرحلة معينة بيتحول إلى فعل ورد فعل ودفاع عن النفس، فممكن تحصل فيه أخطاء، ممكن يحصل فيه تجاوزات ونحن لا ننكرها، وأي فرد أمن أو شرطة بيتجاوز بنقدمه للتحقيق والمحاكمة. فدي مساحة. المساحة الثانية اللي هي أهم بقى بالنسبة له، إن احنا يعني نفعل القانون أكتر من الإجراء الاستثنائي. يعني يبقى القاعدة هي القانون، الاستثناء ده يبقى في أضيق الحدود. برضو طبقة نضيق... أنا مش فاهمها، يعني احنا ندعو الجانب الإيطالي على سبيل المثال للمشاركة في التحقيقات والتواجد بشكل قوي في التحقيقات، وده اللي احنا بنقول الموضوع فيه شفافية، ومع ذلك يأتي البرلمان الأوروبي بتوصيات. لا، ما هو في التوصيات جمع ما لا يجمع. يعني أنا علقت في تلفزيونات أوروبية بالعربي وقلت لهم، أنت بتجمع ما لا يجمع. قضية الباحث الإيطالي دي جريمة. قلت له يمكن أبدا إن هيئة مصرية يعني فيها ذرة من العقل إن هو يجي وعندنا وفد اقتصادي إيطالي من 46 رجل أعمال بترأسهم وزيرة التنمية الاقتصادية، ويجي يعمل عملية ويخلي الوفد يلم أوراقه من غير ما يوقع اتفاق ويمشي. قلت لهم هذا لا يعقل، فده عملية موجهة زي تفجير، احنا فجرنا القنصلية مثلا. فهنا في يعني انت عارف ضغوط الرأي العام في أوروبا، وفي شيء يعني من التحيز. يعني ما نستبعدش هذا، في شيء من التحيز. فبالتالي احنا علينا بقى ان احنا الوفد البرلماني هيوضح الصورة، ولكن هذا لا يكفي وحده، لابد ان انا عندي اخد بالشده من يتجاوز من السلطه التنفيذيه، وده لازم بالشده الشديده جدا، وبعدين الزام بالقانون. وبعدين زي ما الرئيس وعد الشباب امبارح، انا افرج عن كل من امضى في الحجز مده قانونيه ولم يثبت ضده تهمه. ليه؟ لان انا اولا بكسب تعاطف الشباب زملائه، ثانيا بالنسبه لصورتي بتبقى فيها نوع من التنقية أمام الرأي العام الداخلي والعالمي، ثالثا إن أنا ببني قاعدة للناس اللي هي عشان يبقى أنا عاوز أجمع، مش خلي الناس يبقى في تفاوت في الآراء أو في المواقف. تمام. أخيرا سيادة النائب، المفترض الوفد البرلماني المصري اللي مسافر للاتحاد الأوروبي في حقيبته إيه؟ أنا بس كنت عايز أعلق على نقطة قالها سيادة السفير. هي النهاردة التوصيات اللي خدها الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي ضد مصر، لما نيجي نرجع لأبسط الديمقراطيات في العالم المعترف بها في العالم كله وفي أوروبا وفي أمريكا حتى في ميثاق الأمم المتحدة نفسه، إن لا يجوز لأي دولة إن هي تتدخل في شؤون الداخلية لدولة أخرى. زي ما قلت لسيادتك من شوية، إن القضية الأساسية اللي هما بيمسكوها علينا هي قضية حقوق الإنسان، وده حصل، وقرار أو توصيات الاتحاد الأوروبي دي البرلمان الأوروبي حصلت بعد قرار مصر بفتح ملف المنظمات الغير حكومية، ملف المنظمات الغير حكومية، وعلق عليها برضو السفير الأمريكي جون كيري، وقال لك إن دي هتفتح الباب للاعتقالات للسياسيين والصحفيين والنشطاء واللي واللي واللي. الموضوع من وجهة نظري أنا، وخلينا نتكلم، ما هو ما فيش صدفة في السياسة، يعني السياسة ما فيهاش حاجة صدفة. السياسة كلها بتبقى مترتبة. السياسة الأمريكية وسيادتك تعلم إن هي مسيطرة على السياسة العالمية النهاردة، هي اللي بتوجه السياسة بس العالمية. بس في النقطة دي لا تعليق سيادة النائب، يعني بعد إذن السيادة أقول لك تعليق. كويس، قانوني لا قانوني بسرعة، لأن قانوني اللي حصل عندي برضو اللي مش صدفة النهاردة. مين النهاردة جه رئيس للجامعة الأمريكية في مصر؟ ريتشارد تيدوني اللي كان سفير أمريكا في مصر من 2005 إلى 2008، وله قصص كثيرة. مين ريتشارد ده؟ ده كان رئيس وحدة مكافحة الإرهاب عقب 11 سبتمبر في أمريكا، وهو كان سبب بالأسباب الرئيسية في سقوط صدام حسين بالتنسيق مع مادلين أولبرايت، وبعد كده جالنا هنا. طب الفترة اللي قعد فيها 3 سنين في مصر هنا كان بيشتغل في إيه؟ كان بيشتغل على المنظمات الغير حقوقية، المنظمات الغير حكومية، وعمل مؤتمر في 2007، مؤتمر هنا حق المواطنة في مصر، دعا فيه مين؟ دعا فيه أقباط مهجر، دعا فيه حتى البهائيين دعاهم في المؤتمر، دعا كل اللي كانوا ضد النظام دعاهم في هذا المؤتمر. فده راجل لا يحمل مؤهلات علمية ولا يحمل دراسات عليا في أي حاجة، لما يجي في الوقت ده ويظهر لي في نفس التوقيت سعد الدين إبراهيم وينادي بالمصالحة مع الإخوان
ويدعو البرلمان المصري لمساعدته لإجراء مصالحة مع الإخوان، لازم أنا النهاردة كدولة أربط كل الخيوط دي كلها مع بعض. عندما يرفض البرلمان المصري يسأل هنا قدام المجتمع الدولي أو البرلمان الدولي لماذا رفضتم، والإخوان دول مش طيار أو فئة ضمن الفئات. سريعا أنا وقت انتهى، بس سريعا يا فندم، سريعا سريعا. احنا حصل تطور بعد سنة 2000 في القانون الدولي، واحنا للأسف الدول النامية كلها وافقت عليه، اللي هو القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأنشئ مجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف واحنا أعضاء فيه. للأسف بيسمح بالتدخل اتفاقيات المساعدات والمعونات بيبقى فيها بنود بتقول واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير و و و. فإحنا يعني أرجو إن إحنا إلى جانب إن إحنا بنوضح الصورة والظرف الاستثنائي نوضح كمان لازم نشتغل نوضح بالظبط. لا يعني ده ما وما يجيبش أنا لا يعنيني في شيء، ما هي الجامعة الأمريكية كلها بتقوم بهذا الدور. بعتذر، بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا سعادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية إن أسبق، شكرا على وجود حضرتك معنا. أهلا بك. وبشكر حضرتك كمان سيادة النائب عماد محروس عضو مجلس النواب. شكرا يا فندم، شرفتنا. الشرف ليا، ربنا يخلي حضرتك. وهنتابع كل ما هو مستجد فيما يتعلق بالوفد البرلماني المصري اللي هيسافر البرلمان الأوروبي علشان يتناقش معاهم فيما صدر منه من توصيات تبدو سلبية في حق مصر. هسيب حضراتكم مع مؤتمر اتحاد شباب الوفد، وأنا أقابل حضراتكم بكرة إن شاء الله. كان في حوار مثمر النهارده مع وزير الشباب، الحقيقه طرحنا عليه رؤيتنا وقلنا يعني قلنا للوزير ان احنا بنثمن الدعوه للحوار مع الشباب المصري، وطالبنا انه يبقى في قاعده بيانات للحوار، يعني متجاوزين الاحاديث او الجدل الكبير اللي دايما يثار بين الحوارات الشبابيه وبين مؤسسات الدوله تحديدا الفتره اللي فاتت. يعني بعض الناس او بعض المراقبين كانوا دايما يعني يرصدوا نوع من انواع التوتر او لغه التوتر مع مثل هذه الحوارات بين الشباب وبين الدوله. من ناحيه تانية بعض المراقبين كان دايما يصف هذه الحوارات بأنها حوارات ديكورية أو حوارات مصطنعة. احنا تجاوزنا كل هذه التحليلات وطالبنا الراجل بأنه يبقى فيه قاعدة بيانات، هذه القاعدة يستفيد منها المجتمع كله، تستفيد منها الحكومة، تستفيد منها الأحزاب، لأنه هذه المطالب يعني يجب أن تكون موثقة ويجب أن تكون مفهومة ومعروف أنه هذه المطالب أو هذه الحوارات اللي مستمرة تبقى موجودة داخل المجتمع ويستفيد منها. كمان طالبناه أن الحوارات دي ما تبقاش حوارات موسمية، وأنه الحوار يبقى حوار دوري ومستمر ومتكرر. احنا قلنا ببساطة شديدة خالص أنه ما فيش حلول لمشاكل المجتمع هتبقى موجودة الفئة أو لمجموعة من الفئات، وأنه مشاكل يعني المجتمعات اللي نهضت أو أكتر المجتمعات اللي الشباب بيحصلوا فيها على مميزات وعلى أوضاع معيشية أفضل هي المجتمعات اللي تقريبا بتنمو بشكل كامل. يعني الشباب بيبقى عنده حقوق وعنده التزامات واجبات، وباقي فئات المجتمع الأخرى عندها نفس المشاكل. كمان أكدنا له أن احنا متفاهمين تماما طبيعة المشاكل اللي بتمر بيها مصر تحديدا اللي بيتعرض لها فئة الشباب، خاصة أننا بنتكلم عن نسب بطالة مرتفعة، نتكلم عن نسبة بطالة في فئة الشباب تصل تقريبا ل 23%، المتوسط الدولي للبطالة 13%، يعني تقريبا بنتكلم في زيادة 10%. كلمنا كمان عن متوسط الدخل والإنفاق، شريحة الفقراء من الشباب وتحت خط الفقر، فالنسب كلها تقريبا نسب يعني في فئة الشباب أو في شريحة الشباب يعني نسب متراجعة، لكن في الآخر إحنا بنتعامل مع النسب دي كلها بشكل علمي وبشكل يعني النسب دي محتاجة تتراجع في أماكن ومحتاجة تبقى أزيد في أماكن. النقطة اللي إحنا شارقة يعني أخصينا سيادة الوزير بالمشاركة فيها، وهي إن الدستور في المادة 180 بما أنه قال إن 25% لازم يكونوا من الشباب، ده معناه إن إحنا عندنا ما لا يقل عن 15,000 ل 20,000 شاب هيكونوا ممثلين في مستويات الإدارة المحلية المختلفة في الانتخابات اللي جاية. فنقطة التمكين الشباب تحققت، بس بدون الشباب ده ما يكون مؤهل لإدارة محلية عن طريق التعلم ما قبل التواجد جوه المجالس المحلية، التجربة كلها هتفشل، وساعتها الناس هتلوم الشباب إن هم أخذوا الفرصة ولم يستغلوها.
فعشان كده طلبنا سيادة الوزير ان هو عشان الناس تقدر تكون فعالة وتقوم بدورها كما يجب لازم تأهيل الشباب دوت. تأهيل الشباب دوت بيبقى فيه نقطتين مهمين. النقطة الدراسة العلمية دي حاجة مطلوبة، ولكن الأكبر إن هم الشباب دوت يبقى ليهم فرصة ما قبل الانتخابات في التواجد في المحليات والتفاعل مع المحليات ومشاكلها، عشان يقدروا لما يبقى عندهم سلطات رقابية عليهم يبقى عارفين المشاكل ولمسينها بإيديهم فيقدروا يتدخلوا بسرعة ويقدروا بسرعة يعملوا على حلها. إحنا لما قدمنا المقترح قدمناه مش عشان بنطالب الحكومة بأن هي تحط لنا أوضاع في الدستور معدلة، بالعكس الأوضاع بقت معدلة جدا في الدستور. إحنا محتاجين نأهل المجتمع ونأهل المرأة نفسها لأهمية دورها. فإحنا المقترح اللي قدمناه أنه ده يبقى من خلال مراكز الشباب التابعة للوزارة، أن هي تعمل مشروعات صغيرة تخدم من خلالها المرأة المعيلة وتخدم من خلالها المرأة الريفية وفي الصعيد، وفي نفس الوقت يكون في دورات تدريبية تقول لتوعية المرأة بأهمية دورها وتوعية المجتمع عموما بأهمية دور المرأة، علشان احنا المفروض 25% من المحليات الجاية يبقوا مرأة، فعشان ده يحصل لازم يبقى فيه توعية وتأهيل للمجتمع.